إمكانية اندلاع حرب بين لبنان وإسرائيل أنا أعتقد أنها مستبعدة جدا، على الأقل على المدى القريب. هذه الحرب تريدها إسرائيل، ولكنها لا تستطيع أن تتحمل تداعياتها، هذا مفهوم واضح. تريدها كل يوم وتدرس إمكانية ضربة الأولى على لبنان لتحقيق أهدافها العسكرية التي لم تحققها عام 2006، وتعود من جديد ل يعني تتخذ قرار بعدم الحرب. هذا يسمى بالحرب فيرست سترايك. فإذا إسرائيل لن تقوم الضربة الأولى المسماة فيرست سترايك. حزب الله من دوره من جهته لن يقوم بأي ضربة أولى على إسرائيل إلا إذا ضربت إسرائيل فتصبح الضربة الثانية. وإذا اشتعلت الحرب قلنا بين أمريكا وليس وكلاءها وإيران مباشرة في منطقة الخليج، إيران وليس وكلاءها، أنا أعتقد ساعتها ستكون الضربة الأولى المسماة فيرست سترايك هي من لبنان. إذ أعتقد أن صواريخ حزب الله في حال اندلعت الحرب بين أمريكا وإيران، وحتما إسرائيل ستكون مشتركة فيها، لن تتأخر صواريخ حزب الله بالانطلاق بالمئات لحتى الآلاف يوميا على إسرائيل. هذا هو الافتراض الوحيد، وإلا لا أرى سببا آخرا يؤدي إلى اشتعال حرب بين لبنان وإسرائيل. لا حزب الله يريد هذه الحرب ولا إسرائيل تريد هذه الحرب.